ونتحول الآن في نشرة التاسعة لأهم أنباء الرياضة. الجولة الرياضية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. لك شكرا مصطفى. من جديد يوسف وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطة ثانية وجولة أخرى نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. توج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك بالنتيجة 27-24 في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 14-9 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه ويتأهل بذلك إلى بطولة كأس العالم للأندية. تأهل سموحة إلى الدور 16 من بطولة كأس مرس بعد تغلبه على إيجيبت بهدفين مقابل هدف في الدور 32 من المسابقة، وبتلك النتيجة ينتظر سموحة الفائز من لقاء الإسماعيلي والنجوم لمواجهته في دور 16. في هذا الإطار صعد الداخلية إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على أسوان بضربات الترجيح بواقع 4-3، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة والإضافي أيضا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمت لصالح الداخلية. فاز أرسنال على مضيف نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. بهذا الانتصار رفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث. سريعا مشاهدينا الكرام تأتي هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع الزملاء يوسف وريهام. شكرا مصطفى.